غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو، مساء الخير يا سعادة الأب جورج. سعادة الأب جورج، مساء الخير يا فندم. أنا حضرتك اسمي الأستاذ أسامة عبد الله وبتكلم من أمريكا، وكنا عاوزين لو في إمكان ناخد بركة ونتكلم مع الأب جورج لو في إمكانية. كوري لقيتك تتكلم معاه. نعم، الكوري توفى. متأسف ما أعرفش اتوفى إمتى حضرتك. نعم، أنا زوجته. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. متى توفى؟ من 18/12 2019 تنيح زي السماء. وان واي تيكت. حضرتك زوجة الكائن، اهلا وسهلا بك. لعل حضرتك بخير، حضرتك كويسة، انت والاولاد كويسين، ربنا يديمها ان شاء الله نعمة ان شاء الله. اللي انا ملاحظ بصراحة الأردن ناس مؤدبين ومحترمين، سواء إذا كانوا مسيحيين أو مسلمين. بتختلف يعني الأردن غير. عايزه بإيه؟ نعم؟ لا ما فيش، كنت عاوز أسأله سؤال. عايزه بإيه؟ كنت عاوز أسأله سؤال بس يعني كنت عاوز أسأله سؤال. طب حضرتك يا فندم، هل أنت خادمة في الكنيسة أو ليك أي علم فيها، ولا ما زوجة كاهن فقط، زوجة خوري بقى فقط؟ حضرتك كلمة. نعم، لا انا بس حضرتك اي طايفة؟ لا انا ماليش طايفة حضرتك، انا بس كنت عاوز اسأله سؤال. فهل حضرتك برضو دارسة للكتاب المقدس ولا زوجة الخوري فقط؟ زوجة الخوري. انا هلا طب تسمحي لي بس لو في امكانية يعني اتكلم مع حضرتك في الموضوع ده، يعني دقايق بس معدودة. حضرتك الكتاب المقدس بيقول كما وضع للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. معنى هذا الكلام ان الانسان امامه فرصة واحدة وبعد كده بيموت، وبعد اللي يموت في القيامة. في عندكم كهنة في امريكا؟ نعم. ما تسأل الكاهن اللي في امريكا؟ انا بسأل الكاهن في امريكا وبس. طب انت وياه وبشرح لك على كل جديد. لا انت فهمتني غلط حضرتك، العملية مش سؤال لما بسأل حضرتك الان. اللي انا كنت عاوز اقول لحضرتك يعني ان ربنا يديك الصحة والعمر، يعني الموت علينا حق، والانسان لابد ان هو متأكد ان هو على اليقين. علينا حق. احسنتي. وان الانسان لابد ان هو يكون متأكد ان هو على اليقين، يعني ان هو الايمان بتاعه ايمان صادق، عشان انت عارف حضرتك ما فيش فرصة تاني. كما وضع للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. فحضرتك مثلا انت بتؤمني مثلا بان يسوع والله، وبتعبدي يسوع، وبتؤمني ان يسوع والله ظهر في الجسد، وبتؤمني بالخطية الاصلية اساس عقيدة التجسس والفداء، وبتؤمني ان يسوع الله الابن. انت بتؤمن بهذا كثير؟ انا بأمن حضرتك كما يقول يسوع، هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أب، أنت الإله الحق وحدك. أنت إبتي؟ أنا مش إبتي ولا مسيحي أساسا، أنا رجل باحث في المسيحية. أنا ما قبتي ولا مسيحي، لأن أنا ممكن أدخل المسيحية لو واحد أثبت لي العقيدة سليمة، لكن العقيدة مش في الإنجيل. يعني مثلا انتوا بتقولوا ان المسيح هو الله. اسمعني، انا هلا الدنيا عندنا كتير وتعبانه ونايمه. ماشي يا فندم، لو سمحت. ما عندي اي مشكله. ما عندي. متشكرين جدا، مع السلامه. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. دي زوجة الايكونوموس جورج بيرجر. زوجة الايكونوموس جورج بيرجر. تجلي المخلص في البلد عمان. تجلي المخلص في البلد عمان.
مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله الله أكبر تكبير كل قلب مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.